تذكر دائما أن آثار الحرب ساوت بين الطالب وأستاذه. الأول عجز عن الدراسة بسبب ظروفه، والثاني عجز عن التدريس بسبب ظروفه، والنتيجة مستقبل مجهول الملامح. وإذا كان الجهل والحرب وراء أغلب مشاكلنا اليوم، فلن يكون حل هذه المشاكل إلا بالتعليم وعلى أيدي المتعلمين، ليتسنى للجميع وضع البندقية وحمل لواء العلم والمعرفة. في أمان الله.